نعم حتى المسافة ما وجدنا شيئا معينا. الشيخ الإسلام يقول إن الرسول ما عين لأمته مسافة ولا فيه مساحين ذاك الوقت، يقول هذا كيلو وهذا أكثر وهذا أقل. والعلماء الذين قدروا المسافة مثلا بأذرع أو أكيال أو أميال ما عندهم دليل، ثم هم قدروها رحمهم الله، قدروها بالذراع والشبر والأصبع وشعرة البرذون الحصان. في معناه أنه لا صار أنا هنا وصاحب اللي بيني وبينه إذراع يكون هذا مسافر وأنا غير مسافر. من يقولها؟ من يقولها؟ فأقرب الأقوال أنه يرجع فيها إلى ما سماه الناس سفرا وشد الرحال له، هذا سفر، وما ليس كذلك فليس سفر.